واصل دروس الصف موجه لتلاميذ التاسعه التعليم الاساسي ودرس اليوم هو بعنوان معاني المزيد معاني الفعل المزيد ننطلق من هذا النص اذا كان غاليليو يلازم جهاز التلسكوب بمجرد أن يختفي قرص الشمس وراء الأفق فتتراءى النجوم رويدا رويدا وتتألق كلما اشتد الظلام، لقد استغرب هذا الفلكي الفذ ما اكتشفه من مواقع بالغة الدقة لتلك الأجرام السماوية وسجل ذلك في خرائط عجيبة لقد كان التلسكوب الذي اخترعه صاحب الفضل الأول في اكتشاف كل تلك الظواهر الغريبة غاليليو محمد حسن كامل لدينا إذن أفعال هنا مسطرة هذه الأفعال إذا سنجعلها في جدول وسنتبين إذا وزنها وصيغتها الصرفية وجذورها وعناصر الزيادة فيها، فهي إذا أفعال مزيدة، إذا هذا الجدول أمامنا الآن إذا الفعل يلازم إذا على وزن فاعل لأن الماضي هو لازم على وزن فاعل وهو فعل مزيد إذا. بحرف مزيد بحرف جذره اللا والزاي والميم عناصر زيادة هو الألف أما يختفي فهو فعل مزيد كذلك وهو مزيد بحرفين إذا كل هذه الأفعال مزيدة الصيغة هي مزيدة هي أفعال الصيغة إذا هي اسم هذا المشتق من الجذر سواء كان فعلا أو اسم فاعل او اسم مفعول او مصدر او ما الى ذلك فصيغ الصرفيه لي لازم واختفى وتراءى وتالق واستغرب وسجل هي إذن افعال مزيده هناك افعال مزيده بحرف اذا مثل لازم بحرفين مثل اختفى بحرفين مثل تراءى بحرفين مثل تالق بثلاثه احرف مثل ان شئتم استغرب وبحرف واحد كذلك سجل إذا الجذور أمامنا إذا اللا والزاي والميم والخاء والفاء والياء والراء والهمزة والياء كما نرى هنا الراء والهمزة والياء الهمزة واللام والقاف والغين والغي والراء والباء والسين والجيم واللام هنا إذا زيادة بالتضعيف هنا بالألف والسين والتاء وهنا بالتاء والتضعيف وهنا بالتاء والألف وهنا بالالف والتاء وهنا بالالف هذه إذن هي الأفعال المزيدة. فالفعل الثلاثي إذن نقسمه إلى نوعين إذن النوع الأول مجرد وهو الذي لا نجد فيه حروف المزيدة والنوع الثاني هو إذن الفعل المزيد والمزيد كما رأينا إذا في الدرس السابق وفي هذا الدرس إما أن يكون مزيدا بحرف واحد أو بحرفين أو بثلاثة أحرف كما تعلمون ننتقل الآن إلى نشتم هذه الجمل إذا لنتبين هذا المزيد إذا ودوره إذا وماذا يضيف يعني فعل المزيد ماذا يضيف للفعل المجرد من خلال هذه الأفعال الجملة الأولى إذا هي أجلست الضيف في الصدارة فالضيف إذا لم يجلس بمفرده أو من آه يعني بمحض إرادته أو هو الذي اختار إذا هذا المكان وإنما صاحب المنزل إذا هو الذي أجلس ولذلك أجلس هنا تضمنت إذا معنى الجعلية جعلته في الصدار أجلست الضيف في الصدار يعني أنا الذي جعلته في الصدار احتراما له أثمر البستان هذا البستان لم يكن مثمرا هذا البستان إذن لم يكن مثمرا ولكن إذا أثمر إذا بعد مدة يعني معينة صار إذا هنا معنى الصيرورة كما سنرى أصحرت القافلة يعني أنها دخلت في الصحراء فرحتني البشرة يعني جعلتني فرحا هذه البشرة وهذا في معنى الجعلية كذلك قطعت أختي الورقة لماذا لم يقل قطعت اختي الورقه لان هذه الاخت كانت يعني تمزق الورقه وتقطع الورقه بطريقه ربما معينه فيها نوع من القوه والمبالغه قتل الجيش العدو لماذا لم يقل قتل الجيش العدو لان الجيش قد يعني اغمد سيفه في هذا العدو وقتل منه عدد كبير ولذلك قتل هنا تعني اكثر في القتل شرق المسافرون يعني أنهم اتجهوا شرقا نقول شرق نقول غرب إذا فإذا شرق يعني أنه اتجه شرقا كبر المصلون يعني قالوا الله أكبر علمت أخي السباحة فتعلمها يعني طاوع في تعلمها تجلد الرجل إذن زمن الموالية تجلد الرجل وتصبر إذا على المحن يعني أن اجتهد وبذل جهدا إذا في الصبر ترشفت القهوة يعني شربتها ببطء ببطء لم يتشيع أهل أفريقيا يعني أنهم لم ينتسبوا إلى مذهب الشيعة رغم يعني وجود الفاطميين الشيعة توسدت ركبة أمي يعني أنني اتخذتها وسادة ثم أخيرا إذا تحجر الطين يعني انتقل إلى طور الحجارة هذه هي الجمل التي أمامنا إذا أعود إلى هذه الجمل ربما لأنها لم تكن واضحة في بعض الأحيان إذا فإذا لدي الجملة الأولى وهي أجلست الضيف في الصدارة جعلته في صدارتي أثمر البستان وصار مثمرا أسحرت القافلة يعني دخلت في الصحراء فرحتني البشرة يعني جعلتني فرحا قطعت أختي الصغرى الورقة يعني بالغت في تقطيعها لهذا الورق قتل الجيش العدو يعني أكثر في قتله ثم شرق المسافرون يعني أنهم اتجهوا شرقا كبر المصلون يعني قالوا الله أكبر هذا في اختصار علمت أخي السباحة فتعلمها تعلمها يعني أنه طاوعني في تعلمها تجلد الرجل وتصبر على المحن يعني أنه اجتهد وبذل جهدا إذا في الصبر ترشفت القهوة يعني أنني شربتها يعني شيئا فشيئا ببطء يعني لم يتشيع أهل أفريقيا يعني أنهم لم ينتسبوا إلى مذهب الشيعة توسدت ركبة أمي يعني اتخذتها وسادة ثم إذا تحجر التين يعني انتقل إلى طور الحجارة كما رأينا هنا هذا هذه الزيادة إذا هذه الزيادة تضيف معنى إلى الفعل ولذلك نقول تدخل على الفعل المزود عناصر زيادة تجعله على أوزان معينة كما قلنا إذا الأوزان هي تعرفونها إذا تفيد معاني جديدة تدخل على الفعل مجرد عناصر وزيادة تفيد إذا على أوزان تجعله على أوزان معينة تفيد معاني جديدة. إذا سنرى هذه المعاني من خلال هذا الجدول الذي أمامكم، إذا الآن إذا هذا الجدول إذا معاني المزيد ولدي إذا أفعل وفعل وتفعل، نكتفي في هذا الدرس إذا حسب ما هو مقسم يعني في الكتاب بهذه الأوزان أفعل، فعل، تفعل. إذا أفعل ماذا تعني؟ تعني الجعلية. كقولنا أجلس والصيرورة كقولنا أقحل والدخول في المكان كقولنا أبحر والدخول في الزمن كقولنا أمسى وأمست والدخول في الدين كقولنا أسلم ثم إذا الوزن فعل كما نرى إذا فعل يعني المبالغة والتكثير مثل قتل إتجاه في المكان مثل شرق والاختصار مثل كبر وسبح وما إلى ذلك سبح يعني قال سبحان الله كبر قال الله أكبر ثم اذا بالنسبه للوزن الموالي عفوا وهو تفعل أجد نجد اذا معنى المطاوعه كقولنا تعلم بذل الجهد كقولنا تخطى الصعاب تكرار الفعل كقولنا ترشف وقوع الفعل تدريجيا كقولنا ترشف كذلك والاتصاف بصفه جديده كقولنا تبخر الماء يتبخر في درجه حراره كذا وكذا يعني انه يتصف بصفه جديده مخالفه للصفه الاولى. ثم معنى الاتخاذ كقولنا تشيع هذا بالنسبة لمعاني المزيد إذن ننتقل الآن إلى التطبيقات الخاصة إذن بهذا الدرس إذن. التطبيقات عين المعنى الذي يفيده أو تفيده الأفعال التي تحققت على الأوزان أفعل فعل تفعل في الجمل التالية كلوا من ثمره ذا أثمر كلوا من ثمره ذا أثمر إذا سورة الأنعام وهنا كما نرى سطرنا أثمر أصحر الشبان يوم الأحد أصحر الشبان يوم الأحد وربك فكبر وثيابك فطهر كبر طهر كون المعلم جيلا جديدا هو أول من فتح بصره للنور إذا سطرنا كون وفتح وسنضع كل هذه الأفعال المسطرة في جدول فيما بعد لم ألبث أن رأيت وجه معاذة قد تطلقت أساريره تطلقت أخرج أفعل إذن آه، الوزن أفعل أشعب قلنسوه سوة قد تخرقت على تفعل ترشف الصديقان القهوة ثم شرق وغرب هذه إذن هي الـ جمل والافعال المسطرة فيها، جعلناها في جدول اذا كما نرى الفعل نوعه وزنه ومعنى الزياده فيه، اثمر مزيد بحرف اذا على وزن افعل الصيروره. أصحر مزيد بحرف على وزن افعل الدخول في المكان في الصحراء. كبر مزيد بحرف اذا على وزن فعل هنا يعني الاختصار. طهر اذا مزيد بحرف فعل هنا يعني المبالغه. كون كون مزيد بحرف اذا عاوزني على على فعل وهنا يعني اذا التكثير التكثير أه ثم فتح مزيد بحرف على وزن فعل يعني المبالغه تطلقت مزيد بحرفين على وزن تفعل ويعني الاتصاف بصفه جديده اخرج اذا مزيد بحرف على وزن افعل ويعني الجعليه تخرقت مزيد بحرفين على وزن تفعل ويعني الاتصاف بصفه جديده تخرقت يعني اصبحت يعني نشتم هذا الثوب اصبح مثقوبا يعني فيه ثقب تخرق أصبح قديم إذا خرقة نقول خرقة يعني إن اللباس القديم أو إن القماش القديم ثم إذا ترشف مزيد بحرفين على وزن تفعل وقوع الفعل تدريجيا وشرق مزيد بحرف على وزن فعل ويعني الاتجاه في المكان إذا نحو الشرق هنا التمرين الموالي إذا دائما وابدا في التطبيقات هنا، وإذا لدينا هنا تطبيق عيّن في مالي المعنى الذي افادته الاوزان افعل وفعل وتفعل، من خلال إذا شتم هذا النص إذا خلال هذا النص سنتبين إذا هذه المسألة. عين فيما يلي المعنى الذي أفادته الأوزان إذا أفعل وفعل وتفعل دخل عليها ولدها يوما في خلوتها فرآها تبكي ورأى في يدها صورة فتبينها إذا تبين على وزن تفعل فإذا هي صورة خاله فألم بسريرة نفسها عرف يعني فيما تفكر وقال رفه عن نفسك يا أمه وستعلمين خبر غائبك عما قليل فتطلق وجهها وأضاء وقالت وكيف السبيل إلى ذلك إذا هذا النص إذا هو من كتاب العبرات للمنفى لوتي نرى إذا الآن تبين على وزن تفعل يعني بذل الجهد معنى الزيادة هنا بذل الجهد رفها يعني فعل يعني المبالغة ألم أفعل هنا جعلية تطلق تفعل الاتصاف بصفة جديدة الأم التي كانت يعني حزينة وكئيبة ووجهها ربما مقطب وما إلى ذلك أصبح إذا وجهها متطلقا أضاء على وزن أفعل وهنا يعني الصيرورة الصيرورة أضاء وجهها وأضاء يعني صار مضيئا ثم اركب جملا يعني التمرين الاخير اذا التطبيق الاخير ركب جملا تتضمن افعالا مزيده ركب جملا تتضمن افعالا مزيده على وزن افعل يعني اذا الجعليه وهنا اذا لدينا جمله اجلسني الاستاذ في المقدمه يعني جعلني اجلس في المقدمه في المقدمه الدخول في الشيء نقول اصحر المسافرون يعني دخلوا في الصحراء وعلى وزن فعل يعني المبالغة مزق الصبي الورقة والاختصار كما قلنا كبر أو سبح أو ما إلى ذلك لدينا إذا الجملة الـ 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 الوزن الأخير معذرة إذن معذر الوزن الأخير على وزن تفعل يعني المطاوعة كقولنا تعلم الصبي بسرعة التكرار نقول ترشف الصديقان القهوة والانتساب لمذهب تنصر كثير من اهل الاندلس خوفا طبعا من بطش النصارى. هذا اذا بالنسبه لدرس المزيد، الدرس الاول اذا في المزيد او معاني المزيد، آه الى اللقاء في درس لاحق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله.